رفعها الإنسان منذ القدم، منذ 2000 سنة من الآن على أقرب تقدير، فقد استخدمها الإغريق في حروبهم وكذلك الفرس والروم، وشاع استخدامها في العصر الحديث لتطور العلوم واكتشاف المزيد من الغازات وطرق صناعتها. ولم يكن الغرض منها استخدامها كسلاح مميت، بل كانت تستخدم كمبيدات حشرية، ولكن ولشدة فتكها بالحيوان والإنسان معا ابتدع ظهور استخدامها في الحروب. أما غاز العصاف فقد تم اكتشافه بالصدفة في ثلاثينيات القرن الماضي خلال محاولة تصنيع مبيد حشري زهيد الثمن، وانتهى به الأمر في السلاح المدفعي الألمانية التي استخدمته بدورها ضد دول التحالف. هذا ما أدى بالولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وبدء تجارب غاز الأعصاب بعد الحرب العالمية الثانية. وكان العلماء البريطانيون هم من طور غاز إكس في في خمسينيات القرن الماضي، وهو من أشد الغازات فتكا، فسقوط قطرة واحدة منه على جلد الإنسان كافية لأن تقتله في دقائق. للغازات السامة أنواع عديدة، ومنها غازات الأعصاب، ولها 4 أنواع، وهي السارين والتابون والسومان وفي إكس. يعد غاز الأعصاب من الغازات السامة الأكثر خطورة، إذ يشن الجهاز العصبي وجميع وظائف الجسم، ويمكن أن يكون قاتلاً. فجميع غازات الأعصاب تستطيع دخول الجسم عن طريق ملامسة الجلد والأغشية المحاطية والتنفس والأكل، أي أنها تتغلغل بجميع الطرق وبسهولة في أجسام الضحايا. غازات الأعصاب توقف استقبال العضلات للرسائل من الأعصاب، أي أنها تعطل النواقل العصبية عن العمل، مما يؤدي لانهيار العديد من وظائف الجسم، فلا يعود الدماغ قادراً على الاتصال بالجسد. تخيله قطع السلك اتصال يجمع بين هاتفين أرضيين، إن قطع السلك لا يعود الاتصال ممكناً، وهو يعمل خلال ثواني أو دقائق إذا تم استنشاقه، وبدرجة أبطأ إذا تعرض الإنسان له من خلال الجلد، وطبعاً كميته ودرجة احتمال الشخص ومدة بقائه بدون علاج عوامل تلعب دوراً محورياً في مصيره. وتشمل الأعراض تحول العين اللون الأبيض وتشنجات تشبه نوبات الصرع وسيلان اللعاب والغيبوبة وصعوبة التنفس والموت. أثناء الغزو الفرنسي للجزائر، أجبرت القوات الفرنسية أكثر من 1000 فرد من قبيلة أمازيغية على الدخول إلى كهف، ثم استخدمت الدخان لقتلهم. خلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الغازات السامة في معسكرات الاعتقال النازية لقتل المدنيين ومن قبل الجيش الياباني في آسيا ضد الصين وغيره. تسببت الحرب العالمية الأولى بمقتل 1.3 مليون ضحية بسبب الأسلحة الكيميائية، ومعظمها بسبب غاز الفوسجين. تخيل 1.3 مليون ضحية ليس بسبب القنابل بل بسبب الأسلحة الكيميائية، وهذا يفسر كونها خطيرة جدا. استخدمت الولايات المتحدة النابالام ومبيد الأعشاب العامل البرتقالي خلال حرب فيتنام، مما أثار احتجاجات وطنية ودولية. استخدمت مصر غاز الخردل وغاز الأعصاب في اليمن لدعم الانقلاب ضد النظام الملكي اليمني. وفي الثمانينات خلال الحرب العراقية الإيرانية استخدم العراق الأسلحة الكيميائية بما في ذلك التابون ضد إيران والأقلية الكردية في العراق، وبعد ذلك أطلقت إيران برنامجها الخاص للأسلحة الكيميائية ردا على ذلك الهجوم. استخدم الجيش السوري غاز السارين ضد المدنيين في الغوطة خلال الحرب الأهلية السورية، وتسبب ذلك في قتل المئات، ثم في خان شيخون في شمال غرب البلاد عام 2017، مما أسفر عن قتل مئات آخرين. قتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بغاز العصاب في ماليزيا عام 2017 بعد أقل من 20 دقيقة على قيام سيدتين بخنقه عن طريق منديل في مطار كوالالمبور، وغيرها الكثير من الحوادث والأحداث مما لا يسعنا ذكره. حسب تسريب من مصدر عربي رفيع لموقع ميدل إيست آي، الآن مهددة بضخ أطنان الغازات في الأنفاق السرية تحت الأرض، وهذا أمر قد يكون كارثيا إلا إن استعدوا بطريقة ما لمواجهة هذا التهديد بالدفاع والهجوم في آن واحد، مع التركيز على الهجوم حتى ينشغل العدو بالدفاع عن نفسه لا بالهجوم. بطبيعة الحال بلا هذا السلاح مفلسون، ولذلك يتعلقون به لأن جنودهم أجبن من أن يدخلوا القطاع بريا ليواجهوا الشبكة العنكبوتية التي ستفترسهم من تحت أرجلهم. أتمنى أن يصل هذا المقطع إلى أهل غزة وداخل فلسطين، لأنهم لابد أن يتأثروا به ويتعرضوا له في حال حدوث هذه الجريمة الكارثية. هناك عدة طرق للإسعافات الأولية، سأذكر هنا بعضها. أن يحاول المصاب الابتعاد عن المنطقة بأسرع وقت ممكن، وأن لا يلامس الأشياء بيده، ويفضل استخدام قفازات وارتداء أقنعة مخصصة للوقاية من الغازات وفتح الأبواب والنوافذ حتى يزول الغاز مع الهواء. في حال عدم وجود قناع بلل قماشا نظيفا وقم بوضعه على
أنفك وفمك واستعجل بالتوجه للمستشفى. فك الضغط من على المصاب من حزام البنطال أو ربطة العنق أو يافطة القميص حتى يسهل وصول الأكسجين للرئتين. هذه ليست كل الإرشادات، يجب على الجميع تعلم الإسعافات الأولية في حال لا سمح الله حدث ما لا يتوقع. لذلك سأضع لكم روابط مهمة في الوصف، عليكم قراءتها بتأني ومشاركتها مع الآخرين، طبعا مشاركة المقطع وهذا مهم جدا.